الله يمحص الصفوف قبل النصر، والنصر لا يكون إلا على يد الصفوة من عباده عز وجل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء. من كل فقر وعيش المسلمين إذن يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب. هل نسي المؤمن عرضه في سوريا؟ لا والله يا أحرار سوريا، يا شعب سوريا، وددنا لو أننا بين أظهركم نتجرع من نفس الكأس، فقد قامت سوق الشهادة في أرضكم فواه لريح الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، صفوة الله وأرضه الشام وفيها صفوته من خلقه. يا شعب سوريا، رسالة من شعب البحرين: أحسنوا الظن بالله وأجملوا في الطلب، واصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإننا نبشركم ونبشر الأمة الإسلامية بأن سقوط النظام النصيري الباطني الرافضي قد لاح نوره في السماء، وهو على شفا هاوية. وسيدخل بشار الطاغية وأعوانه التاريخ بلعنة يتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين